Teraz. مستجدات وهو ان الجلسه باقا ما سالتش، باقي المرافعات باقي حتى 8 ونص باش غادي يكملوا. اليوم كانت واحد الجلسه زوينه بزاف صراحه، استفدنا فيها بزاف. السيد لا السيد القاضي ولا السيد الوكيل عطاو واحد هو درس انساني اكثر ما هو قانوني. اليوم ان بحال هذا الشيء ديال العائلات والجار وهذا يعني ما كانش خصو يكون، يعني ووصل واحد الميساج ان هاد التفاهات هادو، وهذا ميساج بزاف ديال اليوتيوبر منهم انا ان هادشي كله من بعد انه ولا مراقب، يعني ميساج كان واضح وبين انه مراقب، وكل من سولت له نفسه على انه غيطلع باقي غيدير هادشي هذا ولو بالانتقاد وما عنده حتى شي علاقه لا بمراسل او لا بمصور صحفي او لا صحفي، غادي تكون المتابعه ديالو ولو في الانتقاد، لان ما عندش حق شي واحد ينتقد شي واحد وهو ماشي في المجال ديال الصحافه. اوكي اسمح لي بالنسبه للصحافه اللي دويتي عليها، حتى الصحافه خط احمر عندها قانون ديالها، عندها كلشي ديالها. اكيد اكيد يعني دو على اليوتيوبر. يوتيوبر انا كندوي على اليوتيوبر. ديروا موقع تواصل اجتماعي باش تبداو تضحكوا على المغاربه بهذيك الطريقه بحال هكاك باش تدلو اتهامات الصحافه، غادي ما نقبلوها. انا نصحح لك بعدا، انا ما عمري ضحكت على المغاربه، هذه واحد، هذه معروف على الجوك انا ما كنضحكش على المغاربه، بالعكس انا كنمشي كندير شي حوايج اللي ما كيديرهمش اليوتيوبر بزاف، هذه واحد. المغربي ما عمرك غتضحك عليه.